الأرشدوا لي وفقكم الله، هل نبدأ في اليوم الثاني من العيد فما بعده بجمرة العقبة أو بالجمرة التي تلي مكة المكرمة؟ جمرة العقبة هي الجمرة التي تلي مكة. نعم. ولكن نقول إنك تبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخير. نعم. ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة. نعم. فتكون جمرة العقبة في اليومين التاليين للعيد تكون هي الأخيرة. لا. نعم. هذا وبهذه المناسبة على الجمرات. لا. أود أن أذكر إخواننا المسلمين أن رمي هذه الجمرات عبادة يتعبد بها الإنسان لله سبحانه وتعالى بالقول وبالفعل، وهي اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأنت عندما ترمي الجمرات تتعبد لله تعالى بالقول فتقول الله أكبر، وتتعبد له بالفعل فترمي هذه الجمرات في هذه المواضع لمجرد التعبد لله سبحانه، إذ أن الإنسان لا يعقل علة لها. لا. وكون بعض الناس يقولون إن نرمي الشياطين هذا لا أصل له، فالإنسان ليس يرمي الشيطان وإنما يرمي هذه الأماكن امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، حيث أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ثم إنه أيضا ينبغي أن يكون رمي بهدوء وخشوع لا بعنف وشدة وقسوة كما يفعله العامة الجهال. وينبغي إذا رميت الجمرة الأولى في اليوم 11 والثاني عشر أن تبعد قليلا عن الزحام، ثم تقف مستقبل القبلة رافعا يديك تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء طويل. لا. وكذلك إذا رميت وسطى تقف بعدها وتدعو الله تعالى بدعاء طويل، ثم تذهب وترمي جمرة العقبة ولا تقف بعد. لا.